صباح الخير نجود، صباح الخير إليك ولجميع الإخوة المشاهدين. في الحقيقة راح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم لتكون الأجواء خلينا نحكي دافئة خلال أو في المناطق أو المرتفعات الجبلية، ولكن راح تكون حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة. اليوم عم نحكي على درجات حرارة تقارب 25 درجة مئوية في العاصمة عمان، الأجواء صافية، الرياح ما راح تكون نشطة كثير مقارنة في الأيام القادمة إن شاء الله، ولكن بشكل عام السمة الأبرز اليوم إنه درجات الحرارة الليلية راح ترتفع بشكل واضح. يعني ليلة اليوم راح تكون فيها أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، وراح تكون تبلش الأجواء الليلية لتصير لطيفة أكثر من الليالي الماضية بشكل عام. الرياح بشكل عام اليوم شمالية شرقية، ممكن إنها تنشط في بعض الأحيان، ولكن زي ما خبرتك ما راح يكون في نشاط كبير للرياح مقارنة بالأيام القادمة إن شاء الله. تفاصيل الطقس مهند خلال عطلة نهاية الأسبوع، عم نسمع راح تكون الأجواء حارة، بس يوم السبت في متوقع منخفض جوي خماسيني. نعم، هلا منخفض الجوي الخماسيني جود راح يكون عم بيأثر على المملكة إن شاء الله مع يوم الخميس والجمعة، ولكن يعني راح يكون في شوية تقلبات جوية على درجات الحرارة، راح أبلش فيها من يوم الغد. في منخفض جوي خماسيني إن شاء الله راح يبدأ تأثيره على المملكة مع يوم الغد. زي ما بنشوف هذا المنخفض الجوي الخماسيني راح يتمركز للغرب من مصر خلال يوم الخميس. هذا المنخفض الخماسيني راح يؤدي إلى إنه درجات الحرارة ترتفع خلال يوم الغد بشكل واضح، لحتى توصل ممكن توصل لدرجات حرارة أو تقارب 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار في مناطق زي البحر الميت والعقبة. ولكن هذا المنخفض الجوي رح يستمر تأثيره حتى يوم الجمعة، ولكن يوم الجمعة رح يبدأ ويتحرك باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. هذا الاشي بيخلي الأجواء تضل أو تضل كمان في ارتفاعات على درجات الحرارة خلال يوم الجمعة، ولكن خلف هذا المنخفض الجوي الخماسيني راح تأثر علينا كتلة هوائية باردة مع ليل يوم الجمعة وحتى يوم السبت لتنخفض درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر ممكن ننتقل مع بعض لخرائط درجات الحرارة الباردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. بنشوف اليوم زي ما خبرتك الأجواء بشكل عام حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، ولكن زي ما بنشوف مع يوم الخميس راح يكون في ارتفاع واضح على درجات الحرارة. درجات الحرارة في معظم المناطق راح تكون حارة نسبيا، ممكن تكون أيضا حارة في مناطق البحر الميت والأغوار والعقبة. زي ما خبرت ممكن توصل درجات الحرارة لـ40 درجة مئوية في هاي المناطق خلال ساعات النهار، ولكن السمة الأبرز رح تبدأ من يوم الغد إنه الرياح رح تبدأ تكون نشطة، رح تكون الأجواء مغبرة، يعني الأجواء رح تبدأ إنها تصير مغبرة مع ساعات النهار من يوم الغد. الرياح ممكن تنشط خلال ساعات النهار مما يؤدي إنه الأجواء تكون خماسينية، ولكن الأجواء الخماسينية بالامتياز إن شاء الله رح تكون يوم الجمعة، لأنه الأجواء رح تكون في عليها ارتفاع إضافي على درجات الحرارة. بنقدر نشوف هون من اللون الأحمر في ارتفاع واضح على درجات الحرارة مع ساعات النهار ليوم الجمعة. درجات الحرارة في العاصمة عمان رح تتخطى حاجز الـ30 لأول مرة خلال هذا الموسم، فزي ما بنشوف رح يكون في أجواء حارة نسبياً، رح تكون جافة، وأيضا رح تكون الأجواء مغبرة في معظم مناطق المملكة، تحديدا في مناطق البادية الشرقية ومعظم مناطق البادية والمناطق الصحراوية في المملكة الأردنية. ولكن بشكل عام يوم الخميس ويوم الجمعة هذا المنخفض الجوي الخماسيني رح يعمل على رفع درجات الحرارة، ورح تصير الأجواء مغبرة في معظم المناطق. يعني الأجواء خلينا نحكي دافئة وممكن تكون حارة، ولكن في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان هي غير مناسبة للرحلات بشكل عام بسبب نشاط الرياح وأيضا بسبب الغبار وارتفاع نسبة الغبار في الأجواء. مع يوم السبت زي ما حكيت لك رح يكون في انخفاض واضح على درجات الحرارة، ولكن الانخفاض رح يكون كبير، يعني انخفاضات درجات الحرارة ممكن توصل لعشر درجات، يعني ما بين يوم الجمعة ويوم السبت في انخفاض ممكن يوصل لعشرة لـ11 درجة من يوم السبت. هون رح تصير الأجواء، أو خلينا نحكي إنه هذا الانخفاض رح يرجع الأجواء لأنها تصير معتدلة. إحنا عم نحكي خلال يوم الخميس والجمعة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها 5 6 درجات 7 درجات أعلى من المعدل، ولكن يوم السبت رح ننتبه إنه درجات الحرارة رح تصير أقل من معدلاتها أو حولين المعدلات، ولكن رح ترجع الأجواء لتصير إنها لطيفة في معظم مناطق المملكة، ورح يكون في انخفاض واضح أيضا على درجات الحرارة الليلية مقارنة مع يوم الخميس ويوم الجمعة. رح ترجع درجات الحرارة وتكون أبرد من ما هي عليه خلال يوم الخميس والجمعة، ورح نكون أي ممضر ممكن تكون الأجواء تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخر. إذا بدنا نحكي شوي على درجات
درجات الحرارة تحديدا في العاصمة عمان، زي ما بنشوف مع يوم الخميس في رياح نشطة مثيرة للأتربة، الأجواء مغبرة، راح تكون درجة الحرارة نهارا 30 درجة مئوية وليلا 19 درجة مئوية. يوم الجمعة حكينا ارتفاع آخر على درجات الحرارة في العاصمة عمان، تحديدا راح توصل درجة الحرارة 32 درجة مئوية في ساعات النهار. في ساعات الليل راح يكون في انخفاض بسيط على درجات الحرارة الليلية لتوصل ل 14 درجة، ولكن الانقلاب واللي رح يصير معنا خلال نهاية الأسبوع رح يكون مع يوم السبت. زي ما بنشوف احنا عنا تقريبا من 10 إلى 11 درجة مئوية فرق ما بين درجات الحرارة النهارية، يعني من 32 درجة مئوية لتوصل ل 21 درجة مئوية. بنحذر دائما من هاي التقلبات الجوية لأنها بتؤدي إلى الأمراض، وإن شاء الله الجميع بضل بخير. ولكن يوم السبت نهارا 21 درجة مئوية و 11 درجة مئوية في ساعات الليل من يوم السبت إن شاء الله، وهيك بنكون تقريبا غطينا. عم نحكي خميس وجمعة سبت كيف الأجواء ممكن تكون معنا خلال عطلة نهاية الأسبوع. مهند، متى من المتوقع أنها تنتهي التقلبات الجوية؟ بشكل عام التقلبات الجوية بالأردن تنتهي مع نهاية شهر 5، يعني متوقع أن الأجواء الخماسينية، والأجواء الخماسينية بتحمل معها تقلبات كثيرة على الأجواء، ولكن رح يضل في استمرار لهاي الفرص من التقلبات. إذا عم نحكي شوي عن الأسبوع القادم أو كيف الأجواء رح تكون بشكل عام، ولكن أنا عم بحكي أنه التقلبات الجوية لنهاية الشهر 5 رح تضل موجودة. في تقلبات رح تكون موجودة خلال الأسبوع القادم، ولكن بشكل عام ما رح تنتهي قبل نهاية شهر 5 هاي التقلبات، تحديدا أنه الأجواء الخماسينية بتضل مسيطرة على أجواء المملكة خلال الأيام القادمة. أهم التحذيرات والتوصيات الجوية خلال الأيام القادمة. نعم، أهم التوصيات والتنبيهات وحتى التحذيرات اللي إحنا دائما بننبه منها تحديدا في هاي الأجواء الخماسينية، الانتباه من الأتربة المثارة خاصة في المناطق الصحراوية. حكينا أنه يوم الخميس ويوم الجمعة تحديدا رح تكون الأجواء مغبرة بشكل عام، لذلك بدنا ننبه من الأتربة المثارة، وينصح بتجنب التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس في مختلف المناطق، لأنه درجات الحرارة رح تكون يعني نوعا ما مغرية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولكن رح تكون خطرة بشكل عام تحديدا في مناطق البحر الميت والأغوار والعقبة للناس اللي حابة تطلع رحلات. زي ما خبرنا الأجواء مش كثير مناسبة للرحلات، ولكن بشكل عام للناس اللي تطلع لازم ننتبه من التعرض المباشر لأشعة الشمس. وأخيرا الانتباه لمرضى الجهاز التنفسي والعيون من ارتفاع نسب الغبار في الجو، لأنه هي فعليا هاي الأجواء ممكن تكون جدا مزعجة للناس اللي عندها مشاكل أو بتتحسس بهاي الأجواء. مهند العطيات من موقع طقس العرب، شكرا لك.